إنني وأنا بإذن الله تبارك وتعالى تصفح مواقع التواصل قرأت هذا العنوان: البحث عن صاحب الدراجة. البحث صاحب الدراجة، ما قصة صاحب الدراجة؟ ولماذا يبحث عنه؟ ولماذا صاحب الدراجة؟ لأن الزلزال اقتضى أن تكون هنالك قومة الشعب المغربي لتقديم يد المساعدة إلى أولئك الذين قضوا شهداء، اللهم ارحمهم، وأولئك الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج، وأولئك الذين يجدون المأوى، وأولئك الذين يجدون الطعام. إذا بقافلة تجمع في مدينة من المدن في مكان ما من هذا المغرب السعيد، حيث يتقاطر الناس يأتون بكل ما يجدون، وإذا بصاحب دراجة يخترق الموكب، فإذا بالمولى سبحانه يترقب تلك الخطوات، وكان يمكن أن تبقى في كتمان وفي السر لا يعلمها أحد، لكن الله إذا أحب عبدا فسيلبسه سربال محبته ويظهره للخلق بعد أن كان مجهولا في الأرض. ولما كان معلوما في السماء واتت الظروف وجاء القدر لكي يسفر عن صاحبه هذا العمل الطيب الصادق الخالص، فإن العبد إذا تصدق من طيب جهد ولا يقبل الله إلا الطيب، فإنه ينمي له ذلك حتى يلقى ذلك العمل كجبال تهامة يوم القيامة. يخرق هذا الصمت ويتحرك صاحب دراجة ويذهب بصمت وبطء إلى شاب يريد أن يتبرع. يتبرع بماذا؟ يتبرع بكيس أو بنصف كيس أو ربع من الدقيق، فيؤخذ منه ويشكر ثم ينسل كالنسيم، يغادر الموقع وتتابعه عين الله، وفي الأرض كاميرا ترصده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيذهب بعيدا دون ضجيج. هذه رسالة لكل من يعمل في المجال الاجتماعي ويحرص دائما على أن يظهر وأن يظهر. ألا فاتقوا الله، ألا حاولوا أن تحفظوا كرامة المساكين، ألا هذا ليس أبدا أبدا من الأعمال النوافل، هذا من الواجب. الوقوف مع الإخوان في الأزمات واجب. مثل المؤمنين في تواد وتراحم كمثل الجسد الواحد، إذا لم يحرك هذا الذي وقع لإخوانك فعليك أن تتهم نفسك وإيمانك. هذه رسالة من صاحب الدراجة، لا يريد ضوضاء ولا صورا ولا كاميرات ولا عدسات مصورات. يذهب حتى امتلأت مواقع التواصل بصورته، والآن يقال يجب أن نبحث عنه، والدعوات تلاحقه من كل مكان. بل أثر في كثير من الناس لصدقه. وكم من عمل يأتي هكذا هفوة، يأتي هكذا دون تصنع ودون سبق إصرار من إظهاره، يظهره الله تعالى لأنه كان لله وما كان لله دام واتصل. الله تبارك وتعالى سبحانه من خلال هذه الصورة، صورة صاحب الدراجة، هنالك رسائل كثيرة توجه. الرسالة الأولى: يا من تعمل في أي عمل وخاصة إذا كان صالحا، أصدق مع الله، فإن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان لله خالصا. فنسأل الله يا ربي يا ربي يا ربي أن تجعل أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا لوجهك، لا نريد عياذا بالله شيئا إلا وجه الله. هذه الأولى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه الأولى، لأنك إذا كنت ترائي فإن الله يقول لك يوم القيامة: ليس لك أجر، لأن الأجر لا يعطى إلا من عمل لله، وأنتم لم تعملوا لله، عملتم لما كنتم تريدون فقد أخذتموه في الدنيا. هذه الأولى. ثانيا، أنت بإذن الله تعالى تستطيع أن تنفع وأن تتحرك لجدة إخوانك بالقليل،
فليس كل الناس يستطيعون أن يعطوا كثيرا، ولذلك هذا يسمى جهد المقل. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام في حديث سبق الدرهم الألف، قيل كيف يا رسول الله؟ قال هذا عنده درهمان فتصدق بالدرهم، أليس نسبة الدرهم إلى الدرهمين هي نصف ما يملك؟ والآخر تصدق بالمليون وهو صاحب مليارات، مليون نسبته إلى المليارات هو 0.000، معناه أن هذا الدرهم سبق تلك الملايين لكون هذا لا يملك إلا القليل، وذلك القليل الذي يحتاجه أعطاه. هذه قمة الكرم والسخاء. هذه الثانية. الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى أن الإنسان حينما يعطي قد يعطي ويصور ويكون مخلصا، لكن هذا ما سعى إلى ذلك، فيأبى الله إلا أن يكشف عن خبيئة يمكن أن يجلب له بإذن الله الخير الكثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الجزاء الأوفى، وأن يكرمه، وأن يرفع قدره، وأن يعينه، وأن يقيض له من يبحث عنه حتى يخرجه من حالته تلك، أن ينتقل بإذن الله من الدراجة إلى ما هي أفضل من الدراجة، وإلى ما هي أفضل بإذن الله تعالى من كيس الدقيق الذي أعطاه ولربما كان في أمس الحاجة إليه. إنها هذه النفوس الطيبة التي إذا حضرت لم تعرف، وإذا غابت لم تفتقد. فحي الله هذا الرجل، أسأل الله أن يكرمه وأن يرفع قدره وأن يعينه. والله لقد أعطيتنا درسا أفضل من مليار موعظة يقدمها أي واعظ، فكانت موعظتك بليغة، والله هو الذي أراد أن تظهر على هذه الطريقة وأن تنتشر صورتك في كل مكان، وأنت الآن أصبحت قدوة في الخير وتذكر الناس بأصول الخير. الجود مع القليل، الصدق مع الله، الإخلاص تغيب حينما يكون الطمع وتحضر حينما يكون الجزع. فجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ومزيدا من دروس الزنازل في هذا المغرب حتى تتوهج صورة هذه البلاد، ولا تتوهج وتستنير إلا على قدر اتصالها بربها والصدق مع مولاها والتفاني في خدمة أبناء بلدها كما هو شأن صاحب الدراجة. فإذا وجدتموه فأخبرونا، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.